السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكلية بزوم ده برنامج بتقدر تشوف فيه ملفات الـ FC وتقدر تحط الكومنتات وتعمل دراسة للكلاشات وكل حاجة. طيب لو أنا وأنا شغال كده لقيت فيه مشكلة موجودة، هروح للإيشيو وأقول له إن أنا عندي عايز أزود إيشيو، وتقول له مثلا في مشكلة في الكولوم اللي نوعها إيشيو ولا كلاش ولا انكويري ولا ريمارك ولا الاريا، لو انت مسموم الاريا، المايلستون، البريورتي بتاعتها، مين اللي هيعملها؟ عمر سليم، مفيش حد شغال هو الموعد الموجود، الديسكريبشن، الكومنت اللي انت عايزه، وبياخد صورة هو، وممكن تاخد انت صورة تانية او ترفع انت صورة من عندك من على الجهاز وسيف، فهو بيبدأ يسيف الايشو اللي موجود. ممكن لو انت حابب تقول له اوبن بي سي اف فايل، البي سي اف فايل ده بيبقى ملف انت مثلا جايبه من حتى البيم كولاب، عنده الامكانيه دي ان انت تحط كومنتات وتسيفها وتقدر تفتحها على اي جهاز، اللي هي البيم كولبريت فورمات. الفكره كلها من الموضوع ان انا دلوقتي عندي الملف في مساحته كبيره وبعته لحد يراجع، فكتب المراجعات، فبدل ما يرجع الملف تاني والمساحه تبقى كبيره جدا ويبقى عندي ملفين وانا مش عارف ابص هنا واجي اعدل هنا، لا بيبعت لي الملف الصغير في بس الكلاود وفي كومنتات وانا احط على المشروع بتاعي، فاقدر اعرف فين المشاكل واعملها. تمام، do you want to publish your change، انت عايز ترفع الحاجات بتاعتك، فممكن تقول له اه، فيبدا يعمل الابديت للشغل ده، او تفتح ملف اللي فيه كومنتات بتاعه البي سي اف، فيبدا يظهر عندك الكومنتات وتقدر تتعامل معاها. ولو رحت للريفت تقدر برضه تلاقي في قلب الريفت امكانيه ان انت ونفس وركس وحاجه كتير قوي معمول لها الملف دوت. تمام، تقدر تشوف الملف بتاع البي سي اف ده موجود فين، مثلا داونلود اهو، ملف صغير خالص، يعني ده مساحته قد ايه؟ 600 كيلو بايت، مش هكمل 1 ميجا، فتقول له اوبن، فهو يبدا يحمل لك المشاكل اللي موجوده. تمام، وتقدر تشوفها وتلاقي كومنتات ومين اللي اشتغل فيها وصلحت ولا مصلحتش، وفي سناب شوت اللي موجود وتدوس عليها يبدأ يعمل زوم عليها ويديك المعلومات اللي انت عايزها وهكذا. تقدر تعمل ايديت للكومنت او تزود كومنت.